أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أقل من 24 ساعة عن انطلاق مواجهات نصف النهائي لكأس رئيس الدولة التي تأتينا في وقت حساس من الموسم الحالي بالنسبة للفرق الأربعة التي تشغل المربع الذهبي لأغلى البطولات. طموحات وآمال، استعدادات وإصرار، كلها أمور تسبق مواجهتي غدا من أجل بلوغ المشهد النهائي لهذه الكأس الغالية. حديثنا بالطبع سيكون بشكل مفصل أكثر عن استعدادات كل فريق من خلال سهرة ملاعبنا اليوم برفقة ضيوف هذا الاستوديو، كل من الأستاذ أحمد خليفة حماد والأستاذ والكابتن جمال بوهندي وكذلك الأستاذ والكابتن بخيت سعد. أمسي عليكم بالخير أبو خليفة، حياك الله. أحييك أبو سلطان، يا مرحبا. الله يسلم كابتن بخيت، منورنا. الله يحييك أبو سلطان، يا مرحبا. الله حياك الله أبو خالد، مساك الله بالخير. الله يسلمك. إذن نستهل سهرتنا مع آخر استعدادات الشارقة لمواجهة النصر من جهة أخرى، نستعرض كذلك آخر لمسات الأرجنتيني دياز لتلك المواجهة، لننتقل بعدها إلى الفرسان وتحدي جديد يتشكل أمام مهدي علي. أما السماوي فيتطلع لكتابة تاريخ جديد خلال الطفرة التي يعيشها بنياس هذا الموسم. الفوز والتأهل للمشهد النهائي هو أمر بغاية الأهمية بالنسبة للملك الذي يبحث عن مخرج جديد يضعه لأن يعود مرشحا فوق العادة، ومواجهة النصر في نصف نهائي كأس الخير فرصة أمام العنبري ولاعبيه. هو من استمد عرشه من لعبة خروج المغلوب، كما أنه أول من خط بسطور مجده في بداياته. جمع من ألقابه 8 كؤوس ونال من وصفته مرة واحدة، هو الملك الباحث عن عودة لتاريخ في ظل طفرة لابن بار اسمه العنبري، وفي ظل جهاز إداري سخر أفراده واستراتيجيته لعودة الزمن الذهب لفرقة الابتسامة التي توشح صدورها بإشراقة شمس وزرقة بحر. هو المتصدر لدور الخليج الذي يسكن درعه في خزائنه، وهو الطامح للقب تاسع في ملحمة يجيد فنون التعامل مع مقدراتها. يعيش حالة من تراجع المستوى لصفوة نجومه، كما يعاني من غيابات لنجوم مؤثرة كميلوني ومحمد عبد الباسط والضنحاني، ولكن ما يمتلكه الفريق من صف ثان قادر على ملء الفراغات ومواجهة الفرق القوية. أهدر الفريق العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتحليقه بعيداً في حسبة الدوري، وربما الرغبة للتعويض تكون حافزاً إيجابياً به يعيد الثقة المفقودة ويحجز لنفسه مكانة في أمسية أغلى الألقاب. الملك في حاجة للفوز الغائب، فربما يضرب به العنبري أكثر من عصفور، أهمها الوصول لملعب النهائي للمسابقة التي يعشقها، ومن ثم استعادة ثقافة الفوز التي يعتبر الفريق في أمس الحاجة إليها، والتي تضمن له استمرارية صدارة الدوري وحتى مراحله الأخيرة. الثقة بالنفس روح البطولة، فمن امتلكها سيكسب المعركة ضد مضاعفات الهزيمة. فهل يمتلك الملك تلك الثقة من أجل لقب تاسع في مسيرته؟ إذن مشاهدين الكرام، نعود إليكم من جديد ونرجع كذلك لضيوفنا في الاستوديو. أبدأ معك أبو خالد واتكلم عن الشارقة والكاس. تأهل عن دور 16 طبعا بفوزه على فريق خرفكان، والتقى بعدها بالظفرة قبل أن يصل إلى نصف نهائي في بطولة هي طبعا من البطولات المحببة لفريق الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فريق الشارقة حاليا في صدارة للدوري، في أسبوع قبل هذه الفترة يمكن خسر بطولتين، بطولة السوبر وبطولة كأس الخليج العربي. خرج من العربي صح؟ ايه. نعم. اليوم باجي هذه البطولة ونفسه عنده مباراة مع الجزيرة الأسبوع القادم. الشارجة يريد يقدم نفسه بشكل جيد، عنده تراجع في المستوى، تراجع في النتائج، لكن هي فرصة للملك أنه يكون
بالفعل رقم صعب من خلال هذا الموسم. استثمار للجيل الموجود الحالي، الأرقام اللي يتمتع فيها في الدور الأول، وأعتقد أنه قادر، ولكن بتصحيح بعض الأخطاء، عودة بعض اللاعبين لمستواهم، وفي نفس الوقت الرغبة تكون حاضرة عند اللاعبين. هذه إذا نتكلم عن فريق شاغع، يعني اليوم إذا نبغى نقول أو نتكلم، ترى اليوم الكرة في ملعب الجميع، لاعبين، جهاز إداري، جهاز فني. البارحة كان في تصريح إذا سمعته أبو خالد من الكابتن عادل الحوسني، شو ذكر في تصريحه؟ يعني حاول ياخذ شوية ضغط من المدرب ويحمل اللاعبين كذلك المسؤولية اللي يمر فيها الفريق في الوقت الحالي. شوف بسلطان، بالنسبة لفريق الشارجة أو أي فريق، دائما ضريبة أنك تكون في المقدمة أو ضريبة أنك تكون تنافس على كل الألقاب عدم تقبل الجمهور لتراجع، عدم تقبل الخسائر. لذلك فريق الشارجة حاليا، لو نأخذ على سبيل المثال الآن فريق مثلا أتلتيكو مدريد، الكل توقع أن أتلتيكو مدريد ماشي في الدوري خلاص وابتعد، وكان الفرق يصل ل 12 نقطة، اليوم 3 نقاط أمس كان مع ريال مدريد. لذلك نحن يعني نضرب أمثلة عالمية. نعم مدريدي بلوت انا ضربت مثال فقط. انا اسالك مدريدي اوكي. انا ضربت سؤال. عموما دائما انا احب يعني احب اللون الالوان البيضاء هاي دائما احبها يعني بطبيعتي كذي، لكن خلينا نكمل. رجع، فانا اقول لك هذا بالمثال لو اخذناه، لان الجماهير الشرجاوي لازم يحطون في الاعتبار ان فريقهم بالفعل في تراجع، ما ننكر ولا نجامل الفريق مقارنة بالدور الأول، بالمستوى اللي ظهر عليه في الدور الأول، النتائج الخيالية خلينا نقول معك، واجه كل فرق الدوري الكبيرة واستطاع خلال أول 6 جولات يحرز 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بأقوى هجوم، بأقوى دفاع. اليوم الفريق في تراجع، ولكن لابد أن نعرف شو أسباب التراجع. تراجع مستوى لاعبين، خلنا نقول الناس تقول نحن ممكن نجامل جهاز فني وداري، المدرب بشر، قد تكون هناك أخطاء فنية، قد تكون أخطاء في التشكيل، ولكن اللاعبين هم العنصر الأهم. اليوم إذا عندك مجلس إدارة وشركة قائمة بأدوارها من ناحية التعاقدات، من ناحية تسهيل كل أمور الفريق، احتياجات الفريق، الاحتياجات اللوجستية، يبقى الدور الأهم بسلطان على اللاعبين داخل أرضية الملعب. اليوم نحن لما نتكلم عن اللعيبة تراجع مستواهم، مو على مستوى فريق نادي الشارجة، حتى في العين وحتى في النصر وحتى في كذا، يدفع الفريق الثمن، والضحية منه الجمهور اللي دائما يسعى أن فريقه في المقدمة. لكن مسابقة مثل هذه تأتي في الأهمية بعد مسابقة الدوري. صحيح هي مسابقة غالية علينا وتحمل اسم غالي علينا كلنا، اسم رئيس الدولة، ولكن لما نرتب المسابقات عندنا تبقى بطولة الدوري، بطولة كأس صاحب سمو رئيس الدولة، ويأتي بعدها كأس الخليج العربي وكأس السوبر. لذلك اليوم الشارجة خلال أسبوع فقد بطولتين، وفي الأسبوع هذا قد يتراود لذهن البعض أن الشارجة لابد أن يخرج من هذا المأزق، لأن مباراة النصر لو كانت نتيجتها سيئة في الكاس ممكن تؤثر من ناحية معنوية على اللقاء القادم مع الجزيرة. وأرادت الظروف أن يلعب الفريق أقوى مباراتين في الموسم في أسبوع واحد. خالد بيرجع يلعب النصر بعد الجزيرة، يلعب النصر. النصر. عموما أنا أتكلم عن مباراة من ناحية فنية ومن ناحية معنوية. الشارجة مطلوب منه باكر أن يظهر بصورة الفريق اللي يحافظ على لقبه ويحافظ على أيضا صدارته، لأن أنا قلت لك يمكن بسلطان في الاستوديو السابق أن الشارجة في الجولة الماضية للدوري كان محظوظ أنه برغم تراجع المستوى وبرغم حتى النتائج المتراجعة في هذا، أن أنه ما زال في صدارة الدوري، أن الفرق قامت تخدم بعض. لذلك هي فرصة لفريق الملك أنه يعود من خلال بوابة كبيرة هي بوابة النصر، ومن ثم مباراته مع الجزيرة. جميل. بما أننا نتكلم نحن عن الشارقة، ينضم إلينا كذلك الآن عبر الهاتف الكابتن أحمد مبارك، مدير فريق الشارقة لكرة القدم. مبارك مساء الخير. مساء النور، مرحبا بسلطان. حياك الله، كيف حالك؟ طيب. الله يحييك ويسلمك إن شاء الله. الله يسلمك ويسمي على أخواننا استوديو قناة الشارقة الرياضية. الله يسلمك. دائما في 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 عند الفرق أو عند الإدارات لكل بطولة لها وضعها. اليوم الشارقة في الدوري متصدر، حتى وإن كان يمكن في بعض المباريات ما فاز أو المستوى اللي قدمه غير مرضي لجمهوره، لكن عندكم مباراة من المباريات المهمة تلعبون كذلك أمام فريق كبير مثل فريق النصر. كيف تحضيراتكم لهذه المباراة؟ كيف تطوون صفحة الدوري وتركيزكم وتركيز الجهاز الفني كذلك واللاعبين ينصب فقط على بطولة كأس سيدي رئيس الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلطان، الكل عارف وبلا شك يعني بطولة مثل بطولة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة
وكأس رئيس الدولة. يعني أكيد هاي البطولة تختلف عن بطولة الدوري أو أي بطولة ثانية، وهي مثل ما تفضل أخواننا الكباتن أن بعد الدوري بطولة كأس سيد صاحب سمو رئيس الدولة هي البطولة الأهم يعني بالنسبة لكل فريق أو نادي. أكيد التحضيرات تختلف من بطولة لبطولة، لكن اليوم إحنا وصلنا لمرحلة يعني يمكن على مستوى الدوري ولا البطولات الأخرى في الدوري الإماراتي، وصلنا لمرحلة يمكن أغلب الفرق أعطت مثل ما تقول يعني جهد مضاعف يعني خلال الفترة السابقة وكذا. وصلنا لمرحلة مثل ما تفضلوا الكباتن، يعني مرحلة مثل ما أقول مفترق طرق بالنسبة للأربع أندية اللي وصلت السيمي فاينل. فلذلك أكيد يعني المباراة مثل هاي المباراة وما فيها إلا خروج المغلوب، لابد أنك أنت تحط كامل تركيزك على هاي المباراة، مع أن احنا قبل كم من يوم يعني طالعين من مباراة الدوري وراح نرجع بعد 3-4 أيام أيضا في مباراة الدوري، لكن تبقى مباراة كأس رئيس الدولة يعني هاي مباراة استثنائية يعني بالنسبة للأربع أندية طبعا اللي موجودين، لأن مباراة مثل هذه توصلك للفاينل. نعم. وأكيد يعني كل نادي أو الجمهور وكذا يعني يتمنون إنه يوصلون للنهائي، لأن هاي بتكون يعني نتائج الجهد والتعب اللي بذلته يعني كل الأندية من بداية الموسم. فهي بطولة أكيد تكون مهمة، وأكيد الجهاز الفني يعني حاسب الأحساب وقدر يعني خلال الفترة هاي بسيطة، ما نبغى نترك احنا اعذار، لانه ما في اعذار. انت دام انك دخلت الموسم الرياضي لابد انك تتوقع المنافسات من كل الجبهات، فكل الجبهات هذه اللي موجوده يعني خلال الموسم الرياضي، ولابد ان اللاعبين يكونون جاهزين والجهاز الفني ايضا يقدر يجهز اللعيبه ويخليهم ان شاء الله موجودين يعني خاصه في مباراه باكر. نعم. بمبارك ذكرت اثناء حديثك بان يعني جايين من 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 ايام من مباريات الدوري وبتلعبون الكاس وبترجعون تلعبون الدوري، تبغي تقول ان في 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 ضغط في الجدول على الفريق، ولا تقصد شيء ثاني؟ لا بالعكس، انا هذا يعني كلامي ان احنا اليوم اذا نبغي مثلا مباراه السيمي فاينل هاي تكون يعني مستواها يكون أكثر عن شيء، لأن تعرف يعني بسلطان المباراة هذه أنا أتوقع بعدها بتكون خلاص بيكون الفاينل. ولذلك هني أنا لو يعني الأربع عندي هاي حصلت فترة استرجاع يعني مدة 6 أيام أو أسبوع وبعدين نلعب السيمي فاينل وبعدين نرجع نلعب الدوري ما في مشكلة، لكن إنك 3 أيام ترجع تلعب سيمي فاينل وبعدين بترجع في الدوري، طبعا الأندية اللي مش موجودة مثلا في السيمي فاينل هاي بالنسبة لهم أسبوع راحة وكذا أكيد بيكون غير يعني من ناحيه. بس مو بنت الفريق الوحيد بمبارك اللي يعني أربع ممكن هي اربع فرق أنا تقريبا قلت أربع. نعم. انا ما قلت نادي، وانا اقول على المستوى اللي نبغيه يعني بالنسبه لكاس سيدي صاحب سمو رئيس الدوله. نعم. وعشان المستوى يكون يعني طيب وعالي وليفل عالي كان لابد يعني انه يكون على الاقل مال اربع مال 6 أيام يعني وبعدين نلعب السيمي فاينل. نعم. مو بمهيئين اللاعبين لمثل هذه المباريات وهذه الظروف بمبارك؟ والله شوف ابو سلطان، التهيئة شيء والجهد البدني والذهني هذا شيء اخر يعني. وكل انسان له طاقة سواء كان لاعب او كان انسان عادي يشتغل في مجال اي مجال اخر. نعم. لكن اتوقع البني ادم او الانسان دائما لابد انه ياخذ له قسم من الاسترجاع والراحة وكذا عشان يرد يشتغل مرة ثانية. هاي شيء بديهي. نعم. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، نتمنى لكل الفرق كذلك في هذه البطولة، وإن شاء الله نستمتع في هذه المباريات اللي طبعا هي بطولة من أغلى البطولات مثل ما ذكرنا. الله يخليك يا أبو. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. الله يحفظك. شكرا للكابتن أحمد مبارك مدير فريق الشارقة لكرة القدم. كابتن بخيت، تعليقك أول شيء على بعض يمكن النقاط اللي ذكرها، من ضمنها قال يمكن هذا الكلام حتى ذكره في مؤتمر صحفي أمس الكابتن مهدي علي بخصوص ضغط المباريات، الفرق الأربعة ممكن ظروفها بتختلف عن الفرق الثانية، يعني اليوم بيلعبون مباراة وبيرجعون يلعبون عقب 3 أيام أو 4 أيام تقريبا مباراة أخرى، عكس الفرق اللي هي ممكن مريحة يعني في قبلها بأسبوع تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للفرق اللي بتلعب بالمسابقة الكاس أعتقد بتكون عليها ضغوطات كثيرة، احنا ما نستبق الأحداث اللي بتكون يعني بعد المباراة. نعم. حاليا احنا نتكلم عن مباراة
الكاس نفسها. عجبني الكابتن احمد مبارك، طبعا اتوقع ان نتكلم بشكل احترافي جدا على اساس انه يرفع موضوع الضغط عن الفريق وعلى اساس انه يرد بالفريق مره ثانيه للمنافسه بشكل كبير، خاصه ان هاي المسابقه اعتقد المسابقه المحببه لدى الملك الشرجاوي، فبالتالي اعتقد ان كلامه كان بكل اريحيه، كان يعني ممتاز بالنسبه للفريق. واحنا طبعا نتكلم حاليا عن الفرق اللي واصله هذا الدور اللي طبعا وصلت، وفي هذه الفتره اتوقع يمكن الفرق كاس سيدني صاحب السمو رئيس الدوله، اعتقد كل الفرق لها فرصه انها توصل، لان وصلت عن طريق إزاحة الفرق اللي كانت كنا متعودين تكون موجودة في هذه الأدوار، جزيرة الوحدة، جزيرة العين، فرق اللي طبعا دائما ما تكون لها ثقل في هذه الأدوار، خاصة الأدوار هذه. فبالتالي أتوقع هاي المرة اللي بيوصل للمباراة النهائية يعني ويوصل يعني بيكون الكأس بالنسبة له على موضوع أريحية أكثر من السنوات اللي طافت، يعني ما بيكون الكأس بالصعوبة اللي هي طبعا تذكر. يمكن إذا تكلمنا عن فريق بنياس، الفريق بنياس الوحيد اللي اعتقد أن الدور الثمانية كان شوي كانت المباراة شوي صعبة، لأنه كان مجاب أو مواجه نادي الوصل اللي كان عنده طموح كبير أنه يوصل لهالأدوار المتأخرة، ولكن تغلب فريق بنياس اللي هو طبعا يعتبر حاليا الحصان الأسود من ضمن الفرق الأربعة الموجودة، فوصل لهذه الأدوار بصعوبة. لكن بقية الفرق أعتقد يعني فريق شباب الأهلي تغلب على فريق حتى بكل أريحية وصل له الأدوار، فريق النصر العميد فاز على فريق عجمان، وفريق طبعا الشارجة فاز على الظفرة. أعتقد أن الفرق يعني ما عانت كثير في الوصول لها الأدوار. حاليا طبعا اللي واصلين في الأدوار أعتقد أن لهم الفرصة الكبيرة للوصول أو الأخذ البطولة هذه المحببة لدى جميع الفرق اللي موجوده في المنافسه. نعم ابو خليفه، اذا بتكلم اليوم عن الشارقه بالتحديد، يمكن ارجع لبدايه كلام كابتن جمال بهندي يوم ذكر قال انه اليوم الشارقه خرج من بطوله كاس الخليج العربي، خرج من كذلك بطوله السوبر، فانت اليوم عندك البطولتين، والبطوله هذه ربما يعني هي في النهايه كل الفرق تسعى انها تصل للنهائي وتحصل على هذه البطوله، لكن الشارقه ممكن البطولة هذه بالنسبة له بطولة محببة، هل ممكن يكون في عليه ضغط خاصة أنه خرج من بطولتين واليوم يلعب كذلك بضغط كبير أثر تراجع المستوى اللي فيه الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشارجة موجود في البطولتين الأهم اللي هم الدوري وكأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة. نعم. بالتالي اليوم يعني مواصلة وجوده في مسابقة كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة خير تعويض للخروج من كأس الخليج العربي وخسارة السوبر، لأن هذيلهم يعني الإخوان أبو خالد قال إنه حطهم في الترتيب، وهو الترتيب الصحيح، فهو ما زال في موجود في البطولتين. بس الكلام اللي قلناه حتى أمس إن الشارجة ما يمر بحالة جيدة، الشارجة والنصر من الجهة الأخرى فريقين ما يمرون بحالة جيدة، بعكس الأهلي وبنياس يمرون بحالة فنية جيدة. نعم. فبالتالي اليوم هناك يعني، وأنا أختلف مع يعني بثاني أن من حيث تقييم الفرق اليوم عجمان. نعم. هو اللي طلع العين، والظفرة هو اللي طلع الجزيرة. فبالتالي الفرق الموجودة اليوم في المربع هذا بتشوف انت من ضمن الستة الاوائل في الدوري. ما يعني ما في فريق ضعيف قياسا بالمستوى. احنا ما احنا ما ننظر للاسماء، ننظر الى المستوى في الوقت الحالي. الشارجة المتصدر بيلعب مع النصر. النصر ومنافس كذلك. النصر في الترتيب الخامس اليوم. البنياس الثالث بيلعب مع السادس الاهلي. فبالتالي اليوم احنا نتكلم عن فرق موجوده في قمه الجدول، وكل الفرق هذه منتشيه في الدوري. الجزيره يمكن خروجه من كاس رئيس الدوله في المسابقه هاي خلاه يركز بجديه وبقوه على مسابقه الدوري، لانه مو موجود في اي مسابقه اخرى، مو موجود، بعكس الشارجه عنده. لكن فبالتالي اليوم الجزيره
عنده هدف واحد اللي هو يمشي عليه في الموسم هذا هو هدف الدوري، كذلك مو موجود في كأس رئيس الدوري في كأس الخليج العربي. نعم. فبالتالي اليوم هناك التركيز، فاحنا ما ننظر الى الفرق مثل فرق مثل العين، فريق مثل العين خرج من المسابقه لانه سوء حالته في فتره من الفترات لما فاز عليه عجمان، فاز عجمان على العين في العين، يعني فاز الظفره على الجزيره. فالفرق اللي احنا نشوفها اليوم الفريق مثل الجزيره كان في وقتها ما كان في حاله جيده ويوم ما فاز عليه الظفره. نعم. الظفره تراجع، هاي مش مشكله ان الشارجه جاء وبعدين غلب الظفره. نعم. اربعه. نعم. فاحنا اليوم نقيس الحاله بالحاله الحاليه حالية. نرجع للشارجه، الحاله الحاليه للشارجه حاله مش جيده، يعني قياسا بتذبذب المستوى في الدوري وقياسا بتذبذب المستوى من خلينا نقول فتره الشتاء كلها كامله. ممكن من بطوله الكاس الوضع يختلف عند الفريق. طبعا اليوم يمكن اليوم هذا فرصه كبيره ان الشارجه يصلح موسمه، يعني ما يعني يصلح موسمه من خلال ان يعني المباراه هاي تنعكس على مباراة الكاس، تنعكس على مباراة الدوري القادمة مع الجزيرة. مباراة القادمة مع الجزيرة مباراة مفصلية جدا ومهمة جدا، لأن يفضل الشراكه في الصداره ما بينه وبين الجزيره. لا تنسى ان مباريات الجوله الماضيه انعكست على الـ على الـ على المباراه كاس نصف نهائي كاس سيدي صاحب سمو رئيس الدوري. شفنا فريق مثل الاهلي ريح مجموعه من اللاعبين لان اعتقد لانه ظروف الاصابات، ظروف كبر سن بعض اللاعبين، بعد كذا ظروف ضغط المباريات اللي تكلم عنها كابتن مهدي. كان كابتن مهدي يوجه رساله غير مباشره يعني بسبب الغيابات الموجوده في المباراه. حتى شفنا في بنياس فضل انه راحت فواز عوانه، ما فضل انه يدفع مصاب بس ما فضل انه يبدا فيه على اساس انه يكون جاهز لمباراه باتسكا يعني كاس السيد صلاح. وبالتالي المدرب كان يصرح يقول لك احنا اليوم اقرب لكاس رئيس الدوله من بطوله الدوري. فكان تركيزه صحيح انه خرج بنتيجه جيده، مباراه جيده امام الجزيره، لكن فضل اراحه لاعب مثل فواز عوانه لانه يبغى يستفيد منه في المباراه هاي لانه هو نفسه اقرب للبطوله هاي، يعني طموحه انه يفوز بالبطوله هاي. وصرح حتى في التصريحه في المؤتمر الصحفي قال لك انا في دولتي وفي بلادي فزت ببطولات وفي كؤوس وفزت بكذا. فهو يعني يستخدم خبرته اللي متكونه او متراكمه عنده من السابق، يستخدمها مع الفريق لانه يشوف نفسه انه قادر انه يوصل للمباراه النهائيه. فبالتالي اليوم فنرجع واقول المباريات مثل ما انعكست مباراه الجوله الماضيه على مباريات الكاس، مباريات الكاس كذلك بتنعكس على مباريات الجوله اللي بعدها في الدوري، خاصه لانك انت يمكن مواجهات الفرق الثانيه يعني اقل حده عن مواجهه الجزيره. ان الشارجه بيواجه الجزيره فمباراه قويه جدا في الكاس في الدوري. الحين الشارجه لابد ان خليه يوازن بين 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 المباراتين، مباراه النصر والمباراه النصر بتحط خطوه او بتحط خطوته في النهائي، ومباراة الجزيرة اللي لازم يفوز فيها عشان يعني يرتاح من يعني ويكون موجود في صدارة منفرد. فالمباراتين مهمات وبيرجع يلعب ويا النصر مرة ثانية. تقصد عملية تدوير يعني اللاعبين مثلا؟ لا أنا أقول لك أن هذه المباراة إنقاذ للموسم موسم الشارجة. شو تنصحهم فيه يعني أنهم يركزوا في النصر ولا الجزيرة؟ لا أنت شوف الشارجة نحن الشارجة في المباريات السابقة يمكن يعني تراجع بعض المستوى اللاعبين والتركيز الذهني اللي كان عند الفريق. يعني الفريق المباراة الوحدة بعد ما دخل عليه التعادل فقد التركيز وما قدر يرجع للمباراة. جميل، انا برجع لهذه النقاط بس استاذنكم ننتقل كذلك للنصر. تغيير الجهاز الفني لنادي النصر قبل اسابيع كان وراءه سبب واحد لا اكثر، هو وصول النصر الى منصات التتويج. دياز حضر وهو الان مطالب لان يطير بالعميد الى نهائي البطولة. لا سبيل إلا النصر ولا صوت يعلو فوق صوت اللقب، قالها الأرجنتيني دياز محرك الملعب الأزرق وصانع استراتيجيته والذي تسلم المهمة من الكروات كرونسلاف، ولم يحقق إلا فوزا مؤخرا بثلاثية على البرتغال العماني، رد بها على منتقديه والقائلين بأن الفرقة الزرقاء تفتقر إلى العمق الهجومي وأن نجوم خطها الأمامي لا يمتلكون الحس التهديفي الذي يمكنهم من حسم المباريات، بما جعلهم خارج نطاق الترشيحات في
لقب الدوري بعد أن كانوا جزءاً من لعبته. الانتقادات ربما حالفها الصواب، خاصة وأن المباريات الأخيرة شهدت شحاً في التهديف وغياب أكثر من لاعب عن هز شباك، وعلى رأسهم تيغالي الذي اعتبره البعض صفقة رابحة للنصر. ولكن المردود إلى الآن لم يرتقي للاعب كان يصنف من فئة الهدافين، بل يبقى مانديز والسبع هما الأكثر تجاوباً مع شباك الخصوم. الأرجنتيني دياز اتهم بعدم الثبات على التشكيلة الزرقاء بما تسبب في تراجع الفريق لبعض المباريات، ولكن الرغبة في اختبار أكبر عدد من اللاعبين كان الرد من قبله على منتقديه، حتى لا يبقى الاعتماد على مجموعة بعينها ربما قد تتأثر بغياب فرد من أفرادها. الخروج من الموسم بلا ألقاب مبدأ ترفضه الإدارة الزرقاء، ومبدأ يعتبره دياز حق لقلعة اعتادت على الانتصارات، وأنه جاء لصياغة هذا الحق أي كان خصومه. إذن نعود إليكم من جديد. أبو خالد، أتكلم عن النصر، وأتكلم عن تغيير المدرب، وأتكلم كذلك ممكن البعض يقول الفوز في مباراة الغد هي البداية بتكون لي كذلك المدرب الجديد دياز، فرصة النصر والنصر كذلك في هذه البطولة في نفس الوقت. شوف بسلطان، أي نادي من الأندية الكبيرة اللي تسمى أندية كبيرة لازم يحط استراتيجية في بداية الموسم. شو هدفي أنا؟ الدوري؟ هل أكون أنا في الصدارة أنافس على اللقب، أو أكون من ضمن المربع، أو مثلا الأندية الأخرى مثلا في الوسط أو كذا. الكاس أني أنا مسابقة قصيرة المدى، ممكن أني أنا شو أدوس فيها وأدخل وأركز فيها. المسابقات هذه اللي كاس الخليج العربي وأيضا السوبر، يمكن الفريقين الوحيدين اللي يلعبون على أربع بطولات شارجة وشباب الأهلي. السوبر لأنه مضاف، لأن الوحيدين اللي يلعبون على السوبر، والباقي يلعبون على الثلاث بطولات الأندية. اليوم قبل ما أتكلم عن النصر، شباب الأهلي ضمن بطولة اللي هي السوبر، وهذه تخفيف ضغط تصير بالنسبة لك أنت. يعني الرابح الوحيد حاليا في دورينا شباب الأهلي، رغم كل ما قيل عن في بدايته في بداية الدوري. لكن النصر مر بمنعطفات كثيرة في بداية هالموسم، بداية من ما قبل الدوري، كل هذه كل هالة الإعلامية أن فريق النصر هذا الموسم نظرته نظرة الرجوع للفوز باللقب بعد غياب طويل، تعاقدات مع لعبة مواطنين، تعاقدات مع لعبة أجانب، الصفقة اللي هو صفقة ضياء السبع، توزي أو دياز من الشارجة، دياز صح؟ نعم، أو منديز، منديز عفوا من الشارجة، أسماء كبيرة بالإضافة إلى تيغالي. طبعا نحن نتكلم عن تيغالي ما قبل بداية الموسم، اللي هو تيغالي الهداف الأسطوري بالنسبة لفريق نادي الوحدة، أسماء كبيرة. الكل متجه أن النصر السنة بدأ الدوري بمستوى جيد بالنسبة لفريق نادي النصر وبقوة نادي النصر، وكان موجود في الصدارة، وفي كل مباراة كان الكل يعني يتفق ان النصر هو منافس بالنسبه لفريق نادي الشارجه، بتواجد ايضا الجزيره، يعني ما حد يقدر يغيب الجزيره على المشهد هذا. ثم ياتي دور انك انت النتائج مع الفرق الكبيره كانت غير 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 في ليس في مستوى الطموح، الفوز على الفرق الانديه اللي من اسفل الجدول. الشغله الثانيه صار عمليه تغيير الجهاز الفني بالنسبه للفريق كورنسلاف، صحيح كورنسلاف. نعم. ثم ايضا انخفاض مستوى بعض اللاعبين، ابتعاد بعض اللاعبين، اصابات، كل هاي الظروف مر فيها فريق نادي النصر. اليوم عندك هدفك انت كنادي، انك كنادي كبير، انك تدخل تلعب على بطوله، هذه بطوله الان مبارتين تاخذ بطوله. انا في رايي ليش سالت ابو خليفه، لو تسال الشارجه يركز على النصر والجزيره، انا اقول لك ركز على النصر حاليا، لان هذه بطوله قريبه، خطوتين تفوز فيها المباراه وبعدين توصل في النهائي. مباراتك مع الجزيره لكل حادث حديث، نحن ما نقول انك تدخل، إذا عندك فرصة في مباراة النصر الظروف سمحت لك أنك تدور، ممكن تدور، ممكن إراحة بعض اللاعبين، لكن حاليا تعامل معك المباراة بالقطع، هذه بطولة منفصلة عن بطولة الدوري. ليش أنا أقول الدوري؟ لأن الدوري طويل، حتى ولو خذت كل الاحتمالات، ما أبغي أقول فوز أو خسارة، ما زال في مشوار، ما زال في حوالي 8 مباريات في الدوري موجودة، أو 9 مباريات. لذلك قادر الشارجة أن يواجه الجزيرة ويواجه النصر، لأن الفرق الكبيرة
هذا قدرها أن تواجه مثل هذه الضغوطات، أنك إذا تبغى تلعب على البطولات حتى لما تكون في بطولات أبطال آسيا كذا، قدرك أنت كفريق تنافس على الألقاب أن تكون عندك الإمكانيات ودكة البدلاء اللي تسمح لك أنك تشارك مثل هذه البطولات. لذلك النصر هي فرصة لفريق نادي النصر أنه يستعيد شيء من أمجاده اللي كنا نتكلم فيها عن النصر، واللي ايضا بطوله الكاس كانت واحده من اقرب بطولات بالنسبه لفريق نادي النصر. نعم. بالمجموعه الموجوده المباراه بين الفريقين 50-50، انا اقول صحيح ان بالمراكز خمسين. ايه مراكز الشارجه في الصداره، النصر موجود في مراكز متاخره او في المركز الرابع او الخامس، كان يطمح ان يكون كلوز مع البطل، لكن الفريقين في المباراه هذه ظروف الدوري راح تكون بعيده كل البعد عن مباراه الكاس. انا اقول المباراه راح ترسم سيناريو مع صفارة الحكم، ما حد يقدر يتوقع شو راح تكون نتيجة باكر، ولا في أفضلية بالنسبة لي حق أي فريق. نعم، بثاني النصر ونصف نهائي كأس رئيس الدولة. قبل لا أروح النصر طبعًا بكمل على كلام أبو خالد بالنسبة لفريق الشارجة، فريق الشارجة أنا أيدك أبو خالد 100% إنه يلعب على المباراة هذه ويلعب على النهائي، لأن النهائي البطولة المحببة المفضلة للشرجاوية بشكل كبير. وقصر يعني الوقت، قصر الوقت اللي بيوصلك للنهاية وتوصل تحصل البطولة بكل يعني أريحية. ما اتفق وياك انه يريح يعني موضوع التدوير وتريح، لانك انت داش بطولة قوية لازم تلعب. لا اذا كان عنده الإمكانية او كان يقدر تلعب 100% تلعب. احنا نعرف الفريق، فريق الشارجة معروف بشكل كبير، ما عنده مجال مثلا انه مثلا يغير او حد من اللعيبة او حد يغيب من اللعيبة، لان لا. الفريق معروف حاليا منو بيلعب معروف، الفريق التشكيله كلها معروفه. اعتقد انه لازم يدخل يعني مثل ما يقولون فول سترويك على قولتهم، يعني يدش بكل ما اوتي بقوه حق البطوله هاي على اساس يوصل النهائي. موضوع مباراه الجزيره وموضوع الدوري عنده مجال، وحتى لو جت يعني النتيجه سلبيه حتى مع الجزيره، شوف انت الفرق اللي كانت تحت العين حاليا رجع ينافس، رجع شباب الاهلي ينافس، ما عنده مشكله، هو متصدر وموجود مع الجزيره. يعني قلنا يمكن اي نتيجه سلبيه استوت في الدوري هاي مو مشكله كبيره، ممكن انت تقصد انه في الدوري ممكن تعوض، ممكن تعوض، ممكن ترجع، يعني الدوري طويل بعده وانتم الصدر اصلا. فبالتالي اعتقد حتى يعني موضوع مثلا اصبع الاتهامات للفريق وان الفريق نزل حتى من الجمهور، الجماهير الشرجاويه المفروض يكون شويه اكثر هدوءا واكثر ثقه في عمارهم على اساس ان الفريق ممكن يستوي له دروب في اي لحظه. فبالتالي اعتقد المباراه الجايه هذه هي اللي مهمه حق اننا يوصل للمباراه النهائيه. فريق النصر عند التغيير اللي هو طبعا اللي صار بالنسبه للمدرب، وطبعا المدرب داخل في مشكله، المدرب جاء في الوقت اللي فيه المباريات المتتاليه على طول، وفي نص يعني عرفت في نص المعمعه، ومواجهه النصر مع الفرق المنافسه، ومواجهه النصر مع الفرق الكبيره. يعني حتى الوقت مثلا هو يشوف الفريق منو اللي بينفع في هالفتره، منو اللي مثلا حتى احنا لاحظنا مثلا رياض السبع اول ضياء السبع ما لعب اول مبارتين، أو أول مباراة كان احتياط، أو مباراة لعب وسحبه أمس دخله وشاف يعني، لأن بعده ما بعرف اللعيب اللي ممكن هم بيفيدونه في المرحلة الجاية. فبالتالي أعتقد أن فريق النصر عند الإمكانيات، عند اللعيب اللي هم ممكن يوصلون أكثر عن 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 هذا عن هالمستوى اللي وصل له، ولكن غياب تيقالي هو الوضع اللي مش مريح بالنسبة للنصراوية بشكل عام. نعم ابو خليفه، النصر والتغييرات اللي صارت، اذا نتكلم اليوم على مستوى الجهاز الفني في وقت ممكن ما في مثل ما قال الكابتن بخيت انه ما عنده الامكانيه او الوقت المناسب انه حتى يجرب بعض اللاعبين او يغير التغييرات اللي هو يحتاجها، الاضافه الاخرى كذلك تغيير بعض اللاعبين اذا نتكلم عن خروج كواس واضافه كذلك لاعب اخر على مستوى الفريق، وطموح النصر من حال طموح الشارقة والفرق الأخرى أن يحصل على بطولة كأس رئيس الدولة ويبقى في المنافسة كذلك في بطولة الدوري. أبو سلطان، النصر يبحث عن نفسه، النصر ضايع ما بلاقي نفسه، يعني من خلال يعني يحاول يتمسك بأي بطولة بحيث أن تسجل باسمه. السنة الماضية النصر كان الفريق الوحيد اللي أخذ بطولة، يعني لما فاز بكأس الخليج العربي، وكان يعني فكان في وضعية مريحة. وهالأساس لما بدأ الدوري السنة هذه أو بدأ الموسم السنة هذه، النصر كان أكثر فريق هو بادي يعني بأريحية، بادي يعني لأنه كان البطل الوحيد في الموسم الماضي، لأن باقي البطولات كلها ألغيت. فلما صار الموسم
النصر بدا يعني شكل جيد، لكن في الاخر في الاخير عانى من حاله كبيره من عدم التركيز وعدم وان يعني خلينا نقول عدم الاستقرار. نعم. وانعكست هاي على الفريق وعلى نتائجه. وشفنا احنا عدم الاستقرار، انا بضرب مثل بحاله واحده بس، ان بديل كواس لاعبين اثنين، خرج لاعب بديل البدلاء يو اثنين، يا اللاعب الاوزبكي ولعب مباراتين تقريبا، ويا لاعب ثاني لعب في مركز اخر ما لعب في نفس المركز، مهدي يعني. فهذا تبين لك حاله عدم الاستقرار اللي موجوده في الفريق. يعني انت فتغيير المدرب، تغيير اللاعبين، هذا اللي صار. هذا النصر ليش انا اقول لك بيبحث عن نفسه؟ النصر كل اللي صار هذا تغيير اللاعبين، تغيير المدرب، كل الهدف منه بطوله. نعم إن صحيح، ان النصر يبحث عن بطوله، يبحث عن بطوله الدوري او الكاس، يعني شيء يعني خلينا نقول يرضي غروره ويرضي كبرياءه. طبعا وكاس الخليج العربي. فاليوم انت الغيابات تاثر كثير في النصر. غيابات بعض اللاعبين، وهذه اذا كان فريق النصر باكر مكتمل بيكون شكل مختلف. لكن اذا كان عنده غيابات سواء الاصابه لاسباب اخرى وكذا، هذا بيكون شكل النصر مختلف في المباراه هاي. ف طبعا ما اعتقد ان اليوم فريق وصل الى هاي المرحله، الى نصف النهائي، ما بيكون عنده طموح انه يوصل للنهائي. جميل. هذا شيء طبيعي، انك انت قطعت مشوار، سواء مشوارك كان سهل او مشوارك كان صعب في المباريات السابقه، لكن وصلت انت بينك وبين النهائي خطوه. فلا بد انك انت تعمل على اساس انك تفوز في المباراه. الحين كيف بيكون شكل المباراه؟ بيعتمد على شكل الفريق، لان مجموعه عناصر معينه، بدلاء ما بالدكه الكبيره اللي ممكن انك انت يعني تعتمد عليها، لا بدلائك محدودين، لاعبين حتى احنا شفنا هذا ريمون دياز في مباريات دخل لاعبين لاول مره يلعبون هالموسم مثلا، يعني كانوا غايبين فتره طويله عن رتم المباريات، لان البدلاء الموجودين، الادوات الموجوده في يده ادوات قليله. فاذا كان عنده باكر غيابات بيتاثر النصر بالغيابات. باكر بنشوف ان شاء الله في مباراه الغد. هذا منو الغيابات يعني؟ لا فريق معروف. لا صحيح، لا انا اقول اذا كان عنده غيابات بيتاثر الفريق. احنا لاحظنا حتى غياب، وان كان غياب او ثلاثه في الوقت الحالي، غياب لاعب او اثنين من الفريق بيتاثر. يمكن الوحيد اللي هو يعني اذا غاب مشكله بالنسبه للنصر مانديز، اما الباقيين يعني جميل. ما عندنا التشكيله حتى الان، والغيابات ان شاء الله في قبل مباراه الغد ان شاء الله بنعرف. اللعب على كافه الالقاب المتاحه، تتويج بلقب تلو الاخر، هو النهج الذي يمضي به مهدي علي مع الفرسان. لقب السوبر افتتح شهيه الفريق اكثر من اجل خطف لقب ثاني ربما يكون من بوابه اغلى البطولات، لكن عليه في البدايه ازاحه المتالق بنياز في الدور قبل النهائي. هو فارس ملاعب الكأس والأكثر من خط في صفحات تاريخه، هو من جمع الألقاب التسعة كصاحب للقميص الأحمر، وهو المتوج بالوصافة في نفس الملحمة لموسمين، كما أنه يدخل ملعب نصف النهائي وفي جعبته كأس النسخة الأخيرة. آماله وجماهيره هو التتويج بالنجمة العاشرة، والتي يرى النقاد والمحللين بأن معطيات ما قدمه من أداء عندما تسلم مهدي علي المهمة قادر على تحقيق طموحات جماهيره، فهو الفارس الذي لا يخطأ الألقاب خاصة عندما يصل لمراحلها الأخيرة. مدربه خبير وقارئ جيد لكرة الدولة، ويمتلك من الأسلحة ما يستطيع أن يناور بها من أجل عملة الفوز. خاض التحدي في معترك زعامة الكرة، واقتنص السوبر الإماراتي من حامل لقبه، وخاض التحدي كأس الخليج، وأصبح على بعد خطوة من أمسية عرسه، وقلب موازين دور النقاط، وأصبح أحد فرسان رهانه، فأجبر خبراء اللعبة لترشيحه لأن يكون طرفاً في أمسية النهائية. ولكن هذا الترشيح ربما يصطدم بجدار قد يصعب تسلقه أمام بانياس الشامخة إذا لم يكن الفرسان في يومهم. فما قدمه شباب مهدي في الجولة الأخيرة من دور الكرة أظهر بعض التراجع في الأداء، الذي لا يوحي بنزول تدريجي في المستوى بقدر ما يوحي بأن الغيابات والإصابات كانت جزءاً
من معاملة ذلك، وهو ما برره قائد الدكة في آخر ظهور إعلامي له عندما أبرز بأن شجاعة الفرسان ليست في أن تمتلك القوة للاستمرار، ولكن الشجاعة أن تستمر حتى عندما لا تمتلك القوة الضاربة من نجوم. إذن مشاهدينا الكرام نعود إليكم من جديد. شباب الأهلي والكاس كذلك أبو خالد أخذ بطولة السوبر مثل ما أنت قلت أريحية، يبحث كذلك عن بطولات أخرى، والتواجد كذلك في كذلك مراكز متقدمة أكثر في الدوري. شوف، هو مع تغيير اللي صار في الجهاز الفني بالنسبة لفريق شباب الأهلي صار تغيير كبير بالنسبة للفريق من خلال عودة مستوى، عودة نتائج الفريق، يمكن حتى كرقم لو تاخذ كارقام دفاعيه يمكن من اقل الفرق استقبال الاهداف، من اكثر الفرق احراز الاهداف في الشباب الاهلي. طبعا الجزيره بارقام خياليه بالنسبه للجانب التهديفي، لكن اليوم في تطور فريق شباب الاهلي بغض النظر عن مباراه حتى اللي تكلم فيها ابو خليفه عن بعض الغيابات وكذا بالنسبه لفريق شباب الاهلي، لكن فريق شباب الاهلي ظاهر بمستوى تصاعدي. حتى لو عدنا للوراء مثلا اول ما استلم كابتن مهدي مباراه فريق الفجيره، مو مسؤول عنها المدرب اللي استلم في يومين، من بعدها بنياس 0-0. اذا الفريقين لاعبين مع بعض، اوراق مكشوفه بالنسبه للفريقين، لكن اليوم مسابقه تختلف، مسابقه تحتاج للفوز، تحتاج للحسم، لذلك لابد انك تلعب وترمي بجميع اوراقك. اما ان سالفه الضغوطات وقصر المده هذه عليك وعلى فريق بنياس اللي هو يواجهك في هذه المباراة. فريق شباب الأهلي قلنا نحن يمكن الضغوطات خفت عليه شوي إنه ياخذ سوبر، لكن فريق بحجم شباب الأهلي أو الجزيرة أو العين أو الشارجة النصر المقدم الفرق هاي الوحدة يعني تطمح دائما للبطولات. هذه أندية وضعت ليس للمشاركة فقط، هذه أندية تلعب حسب أنها تاخذ بطولات. لذلك اليوم شباب الأهلي أعتقد أنه في مرحلة من المراحل الكل اتفق أن شباب الأهلي بعيد عن الدوري السنة هذه، لكن من خلال النتائج وتقلبات النتائج مباراة الأخيرة أصبح نوعا ما قريب من فرق الصدارة بثمان نقاط على ما أعتقد حاليا شباب. لذلك اليوم بطولة في متناول اليد، مبارتين، هناك عندك 9 مباريات وممكن ما تلحق، هني مبارتين. لذلك شباب الأهلي قبل نتحدث عن بنياس، طبعا من حقنا نتحدث عن بنياس لأن بنياس يحتاج الكثير من الحديث هذا الموسم، لكن شباب الأهلي يفكر أن اليوم أنا قد يكون بطولة الدوري شوية بعيدة، مو بإيدي أنا، معتمدة على نتائج الآخرين، لكن هذه النتيجة بإيدي أنا، ممكنني أنا أحقق الفوز باكر وأحقق الفوز مباراة النهاية ويكون عندي كاسين، ضمنت بطولتين. لما تطلع بدوري مثل هذا اللي بدأ فيه فريق النادي الأهلي بعدم الاستقرار الفني بالظروف اللي صارت، أعتقد بطولتين بالنسبة له قد تكون مرضية إذا ما كانت 3. الفريقين يقاتلان على كل البطولات باستثناء السوبر اللي قلنا يلعبون فيه بطل الدوري بدل الكاس، بطل كاس، لكن مباراة منتظرة من الفريقين، هذا من جانب الأهلاوي وبيدور دور بنياس إن شاء الله. جميل. أبو ثاني، شباب الأهلي وهذه المباراة توقع بتكون مختلفة عن المباراة السابقة اللي لعب فيها الفريق مع بنياس، خاصة رجوع المستوى، تغيير الجهاز الفني. أنا كل هذه النقاط أبغيك تجاوب عليها، لكن أستاذنك معنا الآن عبر الهاتف كذلك الكابتن عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم. السلام عليكم أستاذ عبد المجيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخوي أبو سلطان، حييك وحيي الأخوان خليفة والأخ وخالد وخوي الأخ بقيت، مسي عليكم ومسي على جميع المشاهدين والمستمعين. الله يسلمك يا رب.
الله يسلمك. بطولة بطولة أخرى كذلك ينافس فيها فريق شباب الأهلي، تحضيراتكم لهذه البطولة، وهل فعلا اليوم بعد ما شباب الأهلي أخذ بطولة السوبر صار عندكم أنتم ممكن أريحية أنكم خرجتوا من هذا الموسم كذلك ببطولة على الأقل، بالإضافة إلى المنافسة كذلك اللي أنتم فيها سواء كان في كأس رئيس الدولة، كأس خليج العربي، والتقدم اللي نشوفه في الدوري؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فريق شباب الأهلي أكيد يعني الهدف الأساسي منافسة على جميع البطولات. وبالتالي أتصور يعني دخولنا متأخرين شوية في بطولة الدوري هذه يمكن يعني حملتنا بعض المسؤوليات والضغوطات على أساس إحنا نصلح المسار اللي إحنا بدينا فيه، وبالتالي تم تصحيح المسار ولله الحمد. والفريق من يوم تغيير الجهاز الفني وبدأ الفريق في من المباراة لمباراة يتحسن بشكل كبير، وأتصور يعني الكابتن مهدي والجهاز المعاون معاه بذلوا مجهود كبير خلال المرحلة طافت، بالإضافة طبعا إلى اللاعبين ورغبتهم في عملية أنهم يبرزون مواهبهم وإمكانياتهم بشكل أفضل مع الجهاز الفني اللي على دراية كافية بكل الإمكانيات الموجودة والمتاحة في الفريق، وهذا الشيء طبعا ساعدهم بأنهم يظهرون بمستوى أفضل خلال المراحل الأخيرة. الحمد لله رب العالمين، يعني أتصور الفريق واصل لمرحلة جيدة من الجاهزية رغم أن الفترة الأخيرة كانت في بعض الغيابات بسبب الإصابات، وأيضا خسرنا بعض اللاعبين لنهاية الموسم سواء كان وليد حسين أو عزيز جانييف، لكن الكوكب الموجود من اللاعبين أتصور البدلاء ولله الحمد يقدرون يغطون أي نقص يحصل في الفريق ولله الحمد، وهذا الشيء أيضا جيد ويبشر بإيجابيات كثيرة، لأن الفريق ولله الحمد يعني ما يتأثر بالغيابات الموجودة، لأن العناصر الموجودين كلهم مستوياتهم متقاربة ومعظمهم يعني لاعبين إمكانياتهم الفنية والخبرات الدولية اللي عندهم تساعدهم في أنهم يتجاوزون أي مرحلة. أتمنى إن شاء الله تعالى نوصل لجاهزية جيدة. طبعا الفريق أكيد يعني خايض مباريات قريبة، وأتصور أيضا مباراة باكر المدرب جهز الفريق بالشكل المناسب وبشكل الجيد بحيث أن الفريق يكون إن شاء الله تعالى يؤدي مباراة طيبة. ما ننسى أيضا أن الفريق المنافس فريق جدا مميز يقدم مستويات جدا كبيرة في الدوري الموسم هذا، عنده لاعبين مواطنين على مستوى عالي وصغار في السن وإمكانياتهم الفنية مميزة، لاعبين أجانب على مستوى عالي، وبالتالي أعتقد أيضا الفريق يستحق أن يكون في هذا المكان، وفريق أيضا قدم مستويات طيبة حقيقة، والمباراة ما راح تكون سهلة بأي حال من الأحوال يعني على الفريقين. نعم، هذه النقطة اللي أبغى أذكرها، أن اللي هو مرة أخرى كذلك شباب الأهلي يواجه فريق بنياس، مثل ما ذكرت فريق بنياس فريق مميز منتشي منافس كذلك حالة من حال الفرق الأربعة المتواجدة كذلك في بطولة كأس سيدي رئيس الدولة. نعم، ما في شك يعني كل اللي شاهد فريق بنياس حقيقة يثني على هذا الفريق سواء من ناحية التنظيم الفني في الملعب، من ناحية الأمور التكتيكية اللي يتبعها المدرب في إدارة المباريات، أيضا في أمور المستوى الفني للاعبين اللي عندهم سواء لاعبين مواطنين أو لاعبين أجانب أو لاعبين مقيمين. حقيقة فريق متميز، فريق بنياس قدم مستويات مميز، وأتصور مباراته راح تكون جدا صعبة على اللاعبين انهم يكونوا جاهزين في قمه جاهزيتهم الذهنيه والبدنيه. المطلوب ان المباريات هذه يعني تلعب حتى على جزئيات بسيطه، ممكن تكون كره ثابته، ممكن تكون مهاره لاعب تفرق معاك في المباريات اللي مثل هذه. فاتصور يعني الفريقين يملكون يعني عناصر مميزه وكفه متساويه الى الان، خلينا نقول، لان ايضا بنياس بكل أمانة يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي. نعم، نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نشوف كذلك مباراة نستمتع فيها تكون مباراة جميلة من فريق كبير مثل فريق شباب الأهلي، وبالإضافة كذلك إلى فريق بنياس. إن شاء الله تعالى نحن نتمنى الفرق الأربع يقدمون مستويات جيدة خلال البطولة هذه، لأن البطولة غالية علينا، وأعتقد كل الفرق الأربعة هدف الأساسي الوصول للمباراة النهائية وتحقيق البطولة، وهذا يعني حق مشروع للفرق الأربعة. ونحن في شباب الأهلي أكيد هدفنا بإذن الله تعالى المحافظة على البطولة اللي حققناها الموسم الماضي، وأيضا
إضافة بطولة أخرى إلى رصيدنا للوصول إلى الرقم 10 بإذن الله تعالى. نتمنى أن احنا نتوفق في هاي الأهداف اللي احنا رسمناها بإذن الله تعالى. بإذن الله، نشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل وكذلك التعاون الدائم معنا في القناة والبرامج كذلك اللي موجودة. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا للكابتن عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم. أرجع لك أبو ثاني، والنقطة اللي تحدثنا فيها عن شباب الأهلي والمواجهة اللي بتكون طبعا مع بنياس. طبعا كل بطولة لها حيثياتها ولها معنوياتها ونفسياتها اللي طبعا بدش فيها أي فريق. فريق شباب الأهلي يمكن إذا ما تكلمنا عن المباراة اللي لعبت أمام البنياس، يعني كان الفريق في وضع ما زال يعني تحسين المستوى، رجوع الكابتن مهدي في هذه الفترة. مباراة الكاس تختلف من حيث تلعب على جزئيات معينة، ممكن بداية المباراة يكون الحذر الشديد من الفريقين، ممكن يعني أي فريق ما يبغى يخسر هاي المباراة، فبالتالي بتلقى حذر شديد من الفريق بنياس أو فريق شباب الأهلي. أعتقد أن فريق شباب الأهلي هو الفريق اللي يعني اللي أكثر تطورا في المستوى من الفترة اللي طافت. فريق بنياس مثل ما قلنا الفريق الحصان الأسود اللي موجود طبعا في الدوري، لكن مباريات الدوري تختلف عن مباريات الكاس وتختلف بشكل كبير. يعني يمكن احنا يعني كملاحظين للفرق يعني ما ممكن انك تحطي مباريات الدوري ومباريات الكاس على نفس المنوال، لان حتى الأداء يختلف، طريقة اللعب تختلف بالنسبة الأداء الفريق او الأداء اللعيبه. لاحظنا هذا طبعا مباراه السوبر امام شباب الاهلي امام فريق الشارقه، اختلف اللعب واختلفت طريقه اللعب بشكل كبير. يعني كنا متوقعين ان فريق الشارقه كان المتصدر ممكن ياخذ المباراه بكل اريحيه، ولكن لاحظنا في فروقات كثيره، المباراه لعبت على اجزاء، ولو ان كان المستوى كان تعرف مباريات الكوس دائما ما تعطيك المستوى الممتع، ولكن تعطيك في الاخير النتيجة النهائية سواء بفوز فريق على فريق أو مثلا في ضربات الجزاء اللي يسمونها الترجيحية. فأعتقد أن المباراة بتكون صعبة من الفريقين. أعتقد أن المباراة يعني نتمنى إحنا تكون على مستوى عالي. يمكن في نقطة بتكلم فيها بالنسبة طبعا لمبادرات الاتحاد الإمارات لكرة القدم، يمكن السيد أحمد يوسف بن درويش صرح بخصوص المبادرة اللي بتكون بالنسبة للجماهير. يعني المباراة الجماهيريه دائما ما تعطيك مستوى اكبر، ولكن في اعتقد ان في شاشات عملاقه بتكون متواجده صحيح. في الملعب اعتقد، وعن طريق التقنيات او التواصل الاجتماعي بالنسبه للجمهور وتفاعلهم بيكون معروض في الشاشات الكبيره الموجوده في الملعب. وهذه مبادره جميله جدا من اتحاد الامارات كره القدم، واعتقد ان هاي المباراه بروح تنافس مع مبادرات اللي هي لجنه مش اللجنه اللي هي طبعا الرابطه الرابطه حطت اللي هي الاصوات اصوات المشجعين. طبعا يوم تلاحظ او تتابع مباراه مثلا في التلفزيون تحس انك كانك بالفعل موجودين فعلاً. اصوات الجماهير كان جمهور موجود يتابع المباراه من الاهات من مثلا طبيعي. وهذا كان سبب في مطالبه ان كل المباريات تكون بهذه الطريقه. جميل المباراه بالفعل، انت تحس انك كانك تتابع مباراه بالفعل، يعني شيء مبدع وشيء حلو يعني بالنسبه للرابطه. وحين طبعا طلع الاتحاد بمبادره ثانيه اللي هي طبعا جميله كذلك مثلا انعكاس انفعالات الجماهير في شاشه كبيره عملاقه موجوده في الملعب. وهذه طبعا هالامور دائما ما تثري الرياضه عندنا في الامارات وتعطي مثلا شيء جمالي وفي تنافسيه كبيره، ولكن كلن على 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 طريقته. فبالتالي طبعا مشكورين اتحاد الامارات لكره القدم بهالمبادره، ونتمنى ان شاء الله نشوف مبادرات كبيره او اكثر من المبادرات على اساس الناس تتابع المباراه بأريحيه نظرا للظروف الاستثنائيه الموجوده طبعا من جائحه كورونا، ولكن الناس تتابع المباريات طبعا تستانس تشوف المباريات وتتابع فرقها. فان شاء الله كاس السيدي صاحب السمو رئيس الدوري يكون على مستوى عالي باذن الله، ويوصلون ان شاء الله الفرق للنهائي ونتابع ان شاء الله بكل اريحيه باذن الله. هذا اللي نحن نتمنى. ابو خليفه
شباب الأهلي وبنياس وفريقين ما شاء الله يقدمون أداء جدا كبير. شباب الأهلي يطمح كذلك أن يحرز لقب آخر غير لقب السوبر من خلال طبعا هذه البطولة. شوف يعني الحال اللي تكلمنا على الشارجة أن يعني البطولة مفضلة له نفس الشيء عند الأهلي، يمكن هم الفريقين اللي فازين بأكثر عدد من البطولات. نعم. ثمان وتسع بطولات، الفريقين خسرانين نهائي واحد كل الفريقين. فأنت اليوم يعني فريق يعني تقريبا خلنا نقول بدأ الدور الثاني وكان بعيد عن الصدارة عن متصدر 13 نقطة، اليوم بعد مرور ثلاث جولات وصل إلى ثمان نقاط فارق بينه وبين المتصدر، بالتالي يعني ياس يقترب من الصدارة. في نفس الوقت لو تجي وتلاحظ يعني خط سير الفريق في بطولات الكؤوس اعتقد انه ماشي بشكل ممتاز جدا فيها، يمكن انهى مهمه واحده فاز بكاس السوبر، في كاس الخليج العربي حط خطوه في النهائي فوزه على الوصل في الذهاب ما تنتظر مباراه الاياب، موجود اليوم في نصف نهائي كاس رئيس الدوله. بالتالي اليوم انت لما تتاخذ وتاخذ المجمل العام للفريق تشوف يعني بعد فتره يعني احنا قلنا ان احنا نقسم موسم الاهلي بقسمين مع المدرب السابق ومع حاليا مع الكابتن مهدي. لما تشوف الكابتن مهدي يعني لو حسبنا بس هذه الفتره تشوفه هو افضل فريق حقق نتائج في هذه الفتره من حيث عدد الفوز والاداء اللي اديه وعدد اللاعبين اللي شاركوا في المباريات، يعني اعتقد ان عدد كبير من اللاعبين شاركوا وشفنا احنا دائما في تغييرات، يمكن بعض الاحيان فرضت عمليه التدوير، بعض الاحيان فرضت الاصابات، بعض الاحيان فرضت يعني غياب بعض اللاعبين لاسباب معينه، فهذه كلها عنده مجموعه من اللاعبين الجاهزين لاستخدامهم في كل المباريات. نعم. وصوله الى هالمرحله يعني شيء طبيعي للمستوى اللي كان يؤديه في السابق. اليوم طبعا البنياس كذلك نفس العمليه، احنا بنتكلم عن بنياس بنتكلم يعني بشكل افضل، بس انا اشوف انهم الفريقين ظروف متشابهه من ناحيه المدربين، اثنين مدربين على مستوى عالي من الكفاءه. من ناحيه العناصر الموجوده في الملعب تبداها من حراسه المرمى مايد ناصر، فهد الضنحاني، اللاعبين الاجانب ادواردو خيمينيز اللي يلعبون ادوار رئيسيه، مجموعه اللاعبين طبعا لو يسعد واحد واحد بناخذ فتره طويله فيها، بس انا اخذ ابرز الامثله الموجوده فيه. فظروف الفريقين من متشابه، فريقين يؤدون اداء عالي في الدوري او في الموسم، الفريقين يعني عكس مثل ما اعيد واكرر عكس المباراه السابقه، الفريقين ما يمرون بظروف جيده، هالفريقين يمرون بظروف ممتازه. المباراه بتكون مباراه صعبه بين فريق بنياس اللي خلينا نقول الفريق الصعب هذا الموسم، كل اللي واجه بنياس عانى. يعني أن يفوز على بنياس، ومع فريق كذلك اللي واجهه في الفتره الاخيره ما طلع كاسب من الفريق، يعني اكثر عن التعادل، ما يعني في الفترة الأخيرة أن الفرق ما قدرت تكسب من هذا الفريق أكثر عن تعادل، فبالتالي المباراة بتكون صعبة جدا. جميل. أنا أتوقع أن المباراة هاي توصل حتى إلى ما بعد 90 دقيقة. بعد 90 دقيقة، لأن الفريقين بيكونون يعني همهم يعني عدم الخسارة، مش عدم الفوز، همهم عدم الخسارة، الفريقين بيحاولون أنهم يعني أن ما يخسر عشان يفوز. جميل. ممل يعني. جميل. نعم. لا مو بشرط. هي مباراة الكؤوس هاي نحن متعودين عليها يعني. لكن بيكون فيها الكثير من الحذر، لأن بتلعب يعني. حذر كبير. إيه لا بتلعب حذر كبير، لأن شوف أنت مو فريقين عاديين، اليوم فريقين يعني فريقين لاعبين مع بعض ومتعادلين. وفريقين يمرون يعني بحاله جيده وعندهم ذخيره من اللاعبين وعندهم مدرب بنياس، يعني مدرب رغم ان يعني الموسم الاول مع بنياس، لكن نعم. بنياس يؤدي اداء ويقدم مع بنياس مستويات راقيه جدا. جميل. بخيت يبغي يشوف مباراه مفتوحه من كلنا نبغي نشوفها، لكن زين ما عليه. لا يختلف اثنان على ان الموسم الحالي بالنسبه لكذلك بنياس جاء بطعم اخر في الفريق، فالفريق يعامل معاملة الأندية المرشحة بالدرجة الأولى نظرا لما قدمه منذ بداية الموسم إلى الآن. الترشيحات تعود معه من جديد، وهذه المرة في بطولة الكأس الذي يبحث من خلالها السماوي عن كتابة تاريخ جديد لسيوف العاصمة.
هل ستلقي ملحمة ملعب فخر العاصمة بظلالها على السماوي البنياسي الذي قدم واحدة من الحوارات التي لقبت بالأروع في تاريخ الكرة الإماراتية؟ وهل الروماني دانيال إيسيلا قادر على استنساخ ما قدمه رجاله في ملعب العاصمة ومن ثم تخطي موقعة الفرسان في اتجاه النهائي الحلم والتتويج بلقبه للمرة الثانية في تاريخ رجال الشامخة؟ إحصائية الأداء تبشر بأن الحصان الأسود لمسابقة دور الخليج العربي قادر أن يكون نفسه في ملحمة أغلى الألقاب، بشرط أن يكون لديه مساحة من الاستشفاء السريع التي تسمح بفك العضلات والتحمل لأكثر من 90 دقيقة قد تتطلبها ظروف المباراة. الروماني أكد بأن الفرصة لا تأتي كثيرا وما هو متاح علينا استغلاله، كما أكد بأن المشكلة التي يعاني منها ليس النقص في صفوف نجومه ولكن العامل البدني بعد مواجهتين ذاق فيهما الفريق الأمرين. ولكن ما أسعد الروماني حقا هي الروح السائدة بين صفوف التشكيلة، خاصة بعد عودة قائد الفريق فواز عوانة، واعتبر بأن هذه الروح قادرة على خلق المعجزات والتغلب على العامل البدني. ريمونتادا بيدرو خيمينيز، هل ستكون التعويذة التي تلهم السماوي ثقة الفوز لعبور محطة الفرسان إلى ملعب النهائي، أم المحطة التي ستنهي مغامرة الروماني في لعبة خروج المغلوب وتجعله يصب جل اهتمامه في لعبة كراسي دور النقاط؟ إذن نعود إليكم من جديد مشاهدينا الكرام ونتحدث عن بنياس، والآن ينضم إلينا عبر الهاتف كذلك السيد عبد الله الغيناني رئيس مجلس إدارة شركة بنياس لكرة القدم بالإنابة. سيد عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير أستاذ أحمد. حياكم ومسي على الإخوان اللي معاك في الاستديو. الله يسلمك. الله يطول بعمرك. الله يسلمك. بنياس هذا الموسم أو حتى في الموسم السابق يقدم أداء كبير، منافس، فريق ليس بالفريق السهل سواء كان في الدوري أو حتى البطولات اللي لعبها. تلعبون مباراة مهمة أمام فريق آخر كذلك كبير ومميز مثل شباب الأهلي، كيف تحضيراتكم لهذه المباراة وكيف كذلك مستعدين في نفس الوقت؟ طال عمرك بالنسبة لاستعدادنا احنا الشباب اعتقد عارفين اهمية المباراة، وطبعا هذا بيكون تاريخ نعيده مرة ثانية بعد حصولنا على كاس صاحب السمو رئيس الدولة سابقا. نعم. فهذا بيكون انجاز لهم يسجل باساميهم. نعم. اعتقد ان شبابنا ان شاء الله جاهزين حق مباراة الشباب الاهلي، واعتقد ان نادي شباب الاهلي ايضا جاهزين لبنياس لان عارفين مستوى بنياس الموسم هذا، وايضا يعني اشيد بالكابتن مهدي لانه فعلا غير شكل نادي الاهلي الشباب الاهلي في الفتره الحاليه، ونتمنى ان تكون اول شيء مباراه جيده فريق بالكره الاماراتيه بين فريقين، ونتمنى ان شاء الله نفوز. نعم، الكل يتمنى يفوز في 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 هذه المباريات، خاصة أن هذه البطولة هي يعني جدا محببة، الكل يطمح فيها كذلك من خلال الأندية، بطولة كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. سبق أن لعب أكثر عن مرة فريق بنياس مع فريق شباب الأهلي، لكن الوضع الآن أتوقع اختلف، يعني إذا نتكلم عن بدايات الموسم ونتكلم عن الدوري، لكن في بطولة الكاس دائما المباريات تكون مختلفة، قوتها تختلف، الطموح كذلك يكون مختلف في نفس الوقت. صحيح صحيح كلامك صحيح أستاذ أحمد. نعم. أنت مثل ما أنت عارف أن إذا كان في تركيز من أي فريق أعتقد أنه بيخلص المباراة في نفس الوقت، يعني ما بتكون في ضربات جزاء.
اذا كان اللعيب يعني ايا كان من اللعيبه الفريقين كانوا مركزين وفي المباراه اعتقد انه بيحصلون نتيجه ايجابيه بالنسبه لهم. ف يعني كان نادي الاهلي نادي شباب الاهلي او بنياس شبابنا، فاحنا طبعا كلمنا لعبتنا على ان هذه المباراه مهمه لنا، لابد ان يركزون من بدايه المباراه لنهايه المباراه مهما حصل من نتيجة مثل ما حصل مع الجزيرة في الدوري ردوا مرة ثانية، فالتركيز هو اللي بيكون الفاصل ما بين الفريقين. نعم، كل التوفيق بإذن الله للفريق وكذلك لفريق شباب الأهلي وكل الفرق في هذه البطولة، وإن شاء الله نستمتع في هذه المباراة مثل ما استمتعنا كذلك مع فريق بنياس وشباب الأهلي في المباريات السابقة إن شاء الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا صح. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك. شكرا لي الأستاذ عبد الله الغيلاني رئيس شركة بنياس لكرة القدم بالإنابة. أبو خالد أنا أعتذر لك لأن بسبب ضيق الوقت، كابتن بخيت أو الكابتن يمكن أحمد خليفة حماد ذكر أن هذه المباراة ما بتكون مباراة فيها ممكن مباراة تكون مفتوحة أو مباراة ممكن تكون هجومية فيها تحفظ فيها نوعا ما خوف من الفريقين بعدم الخسارة في هذه المباراة. شوف يمكن كلمة قالها أخوي أبو خليفة أن هي مباراة ظروف متشابهة، أتفق معها بشكل تماما من خلال أرقام أن مباراة ظروف متشابهة، ولكن أنا لي وجهة نظر أن المباراة راح تكون مفتوحة بما يمتلك الفريقين من قوة هجومية وأسماء كبيرة وأطراف مميزة واستقرار فني تميز مدربين. اليوم لو ناخذ المسيرة من استلم الكابتن مهدي لغاية اليوم مقارنة بمسيرة بنياس 8 مباريات، مهدي خسر مباراة الفجيرة اللي هو مو مسؤول عنها، وأيضا يسيلي خسر مباراة الوصل فقط. بالأرقام يسيلي يتفوق على مهدي نقطيا 17 نقطة مقابل 15 نقطة في آخر 8 مباريات. بالأهداف الأهلي 15 هدف بنياس 13 هدف، الدفاع عليه 8 على 8، كل الأمور متشابهة. نعم. لذلك نحن بصدد والمفروض من خلال الأرقام أن نشاهد مباراة جميلة، لأن كل فريق عنده الإمكانيات وعنده الرغبة، وفي نفس الوقت العناصر موجودة اللي ممكن تخلص لك مباراة. عناصر هجومية مميزة في بنياس قبل أن نروح لشباب الأهلي بالكتيبة اللي يمتلكها. نعم. جوا بيدرو واحد من أعظم هدافين أو من أميز هدافين الدوري خلينا نقول إذا صحت العبارة. نعم. بالإضافة إلى أطراف الشامسي من جهة، النوبي سهيل من جهة، منديز موجود، بيدرو الدكة البدال اللي ينزل فيها دائما المؤثر اللي هو اللاعب بوناموس. بالإضافة أعتقد أنه في بدلاء آخرين ممكن يأثرون بنياس، الحمادي كان موجود، محمد ما أعرف وين اختفى. لذلك أنا أتوقع مباراة مفتوحة. شباب الأهلي وعملية اللي هو تصاعد في المستوى، الاستقرار الفني، أخطاء اللي كانت موجودة عند أنا يسألوني حتى ربي أحيانا أخطاء اللي كانت متواجدة في خط الدفاع اختفت بالنسبة لفريق النادي الأهلي بشكل كبير. حتى حمدان الكمالي اللي يعني انتقد بشكل كبير وأخطاء، حمدان الكمالي واحد من أميز اللاعبين حاليا حقيقة اللي يقدم في الدوري ويقدم نفسه بشكل جيد. لذلك الخلطة اللي سواها الكابتن مهدي، اختياراته، اعطاء فرص، التدوير في غياب وليد حسين، شفنا عبد الله النقبي موجود، شفنا بيلي موجود. نعم. شفنا سعيد احمد موجود، البدائل هاي كلها موجوده. لذلك انا اتوقع ان تكون مباراه قويه مثيره بين الفريقين، حق مشروع الفريق بنياس وحق مشروع الفريق الاهلي في افضل حالاتهم الفريقين حاليا بالاضافه لفريق الجزيره انهم يحققون شيء حق ناديهم. لذلك مثل ما قال ابو خليفه بالنسبه لشباب الاهلي طموح الكاس، واحد من اكثر الفرق اللي فاز بكاس سيد صاحب السمو رئيس الدوله راح ما راح يتنازل بسهوله. وبنياس عبد الله الغيلاني بغيت اتكلم انه ذاق طعم الكاس في سنه من السنوات لما كان يلعب 91. اليوم لغايه اليوم يتغنون بهذه البطوله. لذلك لازم تكون هذه رساله لفريق بنياس ان اليوم ممكن تسجل اسمك في تاريخ كره الامارات بخلال مباراتين وليس دوري كامل. جميل، تذكر هذه البطوله توقع ابو ثاني صحيح 91 اذا هو كان على طرف لسانه يعني احنا ذقنا البطوله لكن الدور الباقي على الجماعه انه يقول البطوله كان يقولها بالطريقه. يمكن ابو خالد فريق بنياس طريقه اللعيبه الموجودين حاليا اعتقد انه اسلوب يسيله اسلوب انه يلعب على الكونتر اتاك اكثر ما هو فريق منضبط
تكتيكيا بشكل كبير كبير جدا، حتى جواب بيدرو يرجع للخلف يغطي حتى المناطق الخلفيه، وتحس انه يبذل مجهود كبير من ناحيه انه مثلا يغطي المناطق الخلفيه والكونتر اتاك، وهذا سر نجاحه في الناحيه الدفاعيه. نعم، في الناحيه الدفاعيه قوي الفريق جدا بالانضباط التكتيكي. فريق شباب الاهلي يمتاز بان اللعيبه مهما انت حاولت تعمل الانضباط التكتيكي بس لعيبه عندهم نزعه هجوميه اكثر. لعيبه يحبون يلعبون لان لعيبه دوليين، وعندهم اللعيبه اللي يحبون طبعا الجوانب التكتيكيه الهجومي اكثر من الانضباط الدفاعي بشكل كبير، مش من اللعيبه او فريق شباب الاهلي بشكل كبير، مش الفريق اللي هو يلعب على الكونتر اتاك، تحس بانه دائما يبادر بالهجوم. وهذه طبعا بتكون يمكن نواحي شويه صعبه بتكون بالنسبه اذا 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 ما تمكن فريق بنياس بتغطيه مناطق بشكل كبير، فبتكون خطوره كبيره على شباب الاهلي في الكونتر اتاك. نعم، مباراه من المباريات الصعبه، نشوف حتى اليوم الادارتين يحترمون الفرق سواء في اداره شباب الاهلي لبنياس وبنياس كذلك لشباب الاهلي، لان فعلا فعلا الفرق هذه قدمت موسم مميز، ومثل ما ذكر ابو خالد يمكن المباريات الاخيره كذلك شفنا يعني يقدمون مستوى كبير. مباراه الغد اتوقع بتكون صعبه على الفريقين في نفس الوقت. نعم ابو خليفه. نعم، شوف هذا شيء يعني شيء جميل ان الفريقين عارفين قيمه، يعني كل واحد عارف قيمه الاخر. نعم، بالاساس حتى انه شفت التصريحات اليوم من الاخوان ان فيها كثير من الاحترام للفريق الاخر، ما في يعني الطموح موجود لكن الطموح كان مربوط بحاجات معينه، بنياس مربوط بالتركيز، عبد المجيد حسين مربوط بالتوفيق اللاعبين، فدائما فما في طموح يعني خلينا نقول شطح في الحديث، لان 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 المباراه بتكون مباراه صعبه جدا. المباراه اعتقد انها يعني لو تخيلنا سيناريو المباراه، ما اعتقد انه بيكون هناك تفوق للفريق على اخر. نعم، المباراه بتكون سجال بين الفريقين، كلام يمكن مثل ما تفضل ابو خالد قال لك ان العناصر الهجوميه موجوده اليوم، حتى العناصر الدفاعيه موجوده، الحراس موجودين، المدربين موجودين، التدخل من خارج الخط يعني من المدربين يكون موجود، كلها امور هذه فيها يعني اعتقد ان المباراه نصف نهائي هاي مباراه يعني صحيح ان احنا النهائي ما نعرف متى موعده، ما زال النهائي موعده. نعم، غير محدد، لكن نعم، اعتقد ان يعني بيكون فيها مجهود كبير يعني للفريق يعني الفايز او حتى الخسران، مجهود كبير بيكون فيها للوصول، ما بيكون الوصول سهل، ما بتكون مباراه تنتهي من يعني شفنا بنياس في المباراه الاخيره متاخر بهدفين، رجع بثلاثه، الاهلي خسران بهدف رجع بهدفين، فالفريقين قادرين انهم يعودون مع اي نتيجه في المباراه، قادرين يعودون في اوقات يعني صعبه في المباراه. فبالتالي اليوم المباراه باكر مباراه يعني خلينا نقول من العيار الثقيل، يعني اعتقد انها حتى لو كانت في الدوري ما بتكون بالشكل اللي بتكون في مباراه باكر، مباراه الدوري مثل ما تفضل الاخوان فيها تعويض، لكن هاي المباراه ما فيها تعويض، يعني لان الفريقين طموحهم يعني حتى من احساسنا من كلام الاداريين طموحهم كبير، وطموحهم من الكاس، يعني فريق يبغي يعيد ذكريات وفريق يبغي يحافظ على آخر بطولة، في يعني سقف التوقعات عندهم عالي جدا. جميل، أنا شاكر لك جزيل الشكر كابتن أحمد خليفة حماد. إذا الشكر كذلك لك كابتن بخيت سعد خالد الكابتن جمال جوني، الشكر موصول لك. إذا مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ملاعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.